السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحبكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ورحب أيضا بمستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM، ونقول مساك الله بالخير يا فهد، يا مرحبا. الله يمسك بالنور والرضا، الله يرحبك، وكذلك نرحب بمشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة، ومن أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة: حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس المجلس الأعلى الليبي والمبعوث الخاص لفخامة رئيس كازاخستان، انطلاق موسم الاستعراض على طعس التوقيع في منطقة سيلين. في الفقرة القانونية: الشيكات والطريقة الصحيحة في التعامل بها وعقوباتها القانونية. هذه العناوين أخوي خالد، إن شاء الله نستمتع مع المشاهدين مع ضيوفنا إن شاء الله بإذن الله. مشكور يا فهد. إذن في البداية، حيث استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما جرى أيضا مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. نعم، كذلك تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من فخامة الرئيس قاسم جومارت تكييف رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة المبعوث الخاص لفخامة رئيس كازاخستان سعادة السيد معظوم ميرزا غاليف وزير البيئة والجيولوجيا والموارد البيئية خلال استقبال سمو الأمير المفدى له والوفد المرافق بمكتبه بالديوان الأمري صباح اليوم. إذن وفي موضوع آخر، حيث انطلقت فعاليات معرض كشتة في نسخته التاسعة الذي ينظمه مركز شباب سميسمة ويستمر أيضا لغاية 7 نوفمبر الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء. تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة وبمشاركة 40 شركة متخصصة في مجال بيع وعرض الأدوات البرية والبحرية ومعدات التخييم، انطلقت فعاليات معرض كشتة في نسخته التاسعة والذي ينظمه مركز شباب سميسمة. معرض كشتة لله الحمد السنة التاسعة على التوالي، ومستمر في عرض الأشياء اللي الناس تحتاجها فعلا من أدوات تخييم، أدوات بحرية، من أدوات خيام، كل الأمور اللي يحتاجها الإنسان في التخييم وضعناها في هذا المعرض، وتلبي حاجات الجميع في مكان واحد ما قلت في معرض كشتة. ونتمنى إن شاء الله نحن عملنا شيء يرضي الجميع ويرضي المرتادين للبحر أو الرحلات بشكل عام. فإحنا إجراءاتنا لهذه السنة كانت إجراءات احترازية، مثل ما أنتم شايفين كل المساقات وكل الأمور الاحترازية تم اتخاذها، وذلك لسلامة مرتادين المعرض، وهذا رقم واحد عندنا في المركز. طبعاً هذه دعوة مفتوحة للجميع لزيارة المعرض، وفعلاً المعرض يستاهل الواحد أن يجي يزوره، لأن كل الأشياء اللي أنت تحتاجها للرحلة راح إن شاء الله تلقاها متواجدة. هاي دعوة مفتوحة للجميع، يا هلا مرحبا. جدير بالذكر أن مركز شباب سميسمة ينظم معرض كشتة للأدوات البرية والبحرية ومعدات التخييم سنوياً كوسيلة مهمة لربط التراث بالواقع والعادات والتقاليد، وهو فرصة يقدمها المركز لدعم انطلاقة الشباب نحو الصناعات والحرف، خاصة تلك التي ترتبط بالموروث القطري.
تابعنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام هذا التقرير اللي يتكلم عن معرض كشتة، وأكيد إن شاء الله تقدرون تلحقون عليه المتواجد إلى تاريخ 7 إن شاء الله. نبقى في أجواء التخييم، حيث أعلن مركز مواتر عن إطلاق موسم الاستعراض للعام الجاري على طعس التوقيع الواقع في منطقة سيلين خلال الأسبوع الأول من انطلاق الفعاليات 6 نوفمبر المقبل. نعم فهد، وأيضا للمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا السيد ناصر سعدون الكواري أمين السر العام لمركز مواتر. نقول مرحبا ومسهلا فيك أبو سعدون، حياك الله ويانا في تراحيب. الله يمسي عليكم بالخير، عليكم مع السادة المشاهدين. يا مرحبا يا أبو سعدون. أبو سعدون، مثل ما ذكرنا الآن في استعداداتكم للانطلاق، نبي نحدث أيضا المشاهدين عن آخر الاستعدادات لانطلاق هذا الموسم اللي يعتبر أنه موسم شتوي إلى آخر التخييم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. شكرا على الوقت. طبعا احنا طول الموسم أو الموسم أو في فترة الصيف كنا في زيارات تفقدية طول الموسم، كل أغلب الأسابيع كنا نروح مع الإخوان في البيئة نعاين الأماكن، نشوف كيف نرتب مثلا مدخل الجمهور مخرج الجمهور. وصلنا احنا اليوم إلى مرحلة أن احنا صرنا يعني في تعاون كبير ما بيننا بين وزارة الداخلية بجميع إداراتها، وزارة البيئة أشغال حتى رتبنا موضوع السنة الماضية صار حادث على المدخل من الناس يعني من الزوار سلين، السنة إن شاء الله هذا الأسبوع راح يكون في مدخل خاص من دوار الشاليهات الى طعس التوقيع، ومخرج من يعني راح يكون مفصولين ما راح تلاقون فيه على نفس المكان يعني. نعم. مسارين يعني رايح وراد، مسار رايح نعم، مسار منفصل رايح ومسار ثاني راجع، ما راح يتلاقون على نفس الطريق. لان الحوادث اللي كنا نسمعها يعني في هذا المكان كله بسبب التصادم اللي يصير عشوائي مثلا، هل الحين راح يكون في تفريق في الموضوع يعني بعاد العائلات ايضا من هذا المكان اللي يكثر فيه التجمع؟ صحيح، حطيتوا هالشغلات في بالكم هذه المره؟ اكيد. اليوم كنت في حديث مع احد الضباط في اداره المرور وكنا نتناقش عن موضوع النسبه. في 2011 كانت نسبه الحوادث 10.4، 2019 وصلنا إلى 4.4 نسبة كبيرة نزلت. الموسم الماضي نسبة الحوادث في سيلين إحصائية يعني دقيقة 3%، 3% على كل مثلا 4.4 على كل 100,000 فرد أو نسمة. فهذا ندلدل على تراجع على اهتمام الدولة جميع وزاراتها وإداراتها، إدارة المرور، وزارة الداخلية، الأمن العام، الجميع حاط كل ثغلة في أنه يعني صحيح. يسخر هذه الأمور في حفظ وسلامة سواء هل الاستعراض أو المرتدين من منطقة سيلين. أنا بدي أسأل سؤال، يعني إحنا نشوف هذه الصور اللي تطلع على الشاشة الآن هي تعتبر نوع من أنواع الرياضة، يعني هذه السيارات والمواتر هذه تكون مجهزة من الداخل بحيث أن المفروض أن لما يكون في لا قدر الله أي حادث أن يستطيع مرتاد هذه المركبة النجاة، صحيح ولا لا؟ أكيد يعني تشرطون عليهم الحافظ رب العالمين في المقام الأول. طبعا عندنا شروط يعني واضحة وصريحة، يعني ما فيه أي تهاون. اللي هو مثلا بيبات الأمان اللي نقول عنها رول كيج، هذه لازم تكون موجودة، زام الريس، الكرسي، الإطارات تكون تيوب ما تكون تيوبلس. احنا عارفين احنا طبعا مرتدين هالأماكن عارفين شنو خطورة الإطار التيوبلس. صحيح. انه ما يكون اي حاجة في السيارة مثلا من اغراض السيارة او قطع غيار او شيء، تكون مفرغ السيارة كاملة. عندنا فريق كبير يعني تقريبا ما يقرب 30 شخص مركز مواتر واخوان يعني متعاونين معانا ومتطوعين. نعم. يقومون بفحص السيارات ما يخلون فيها اي حاجة لا قدر الله تسبب يعني سواء اشياء خارجيه او داخليه داخل السياره، ما تسبب لا قدر الله صار حادث ما تصير فيها اي اصابات. طبعا بسعدون مثل ما نقول الله يبيض وجيهكم، وهذول مهما كان عيالنا يعني وطاقه. صح. وخاصه في مرحله المراهقه وعندهم مواهب القياده يعني، وانتم يمكن قدرتوا تستطيعون انكم تفرون وجهتهم الى القياده السليمه، فرغ طاقتك مهارتك في مثل هذه. وقلت انت ذكرت الان في البدايه كانت لكم جولات صيفيه، طبعا مثل ما احنا نعرف هذا طعس وهذه الرمال، والرمال تتكون من الرياح سواء كانت الجنوبيه ولا الشماليه. فكل سنه اكيد ان الطعس راح يختلف. صح. تختلف تضاريسه مهما كان قيادتي فيه السنه. السنه الجايه يمكن راح تطلع لي حقنه يعني انا ما كنت. هل هذه ايضا انتم قبل لا يمارسون هوايتهم تخلونهم يشوفون الطعس بركاده ومن ثم يمارس هوايته؟ اكيد. احنا طبعا مثل ما قلت لك احنا قمنا بهذه الجوله التفقديه في فتره الصيف، معرفة الطعس كيف صارت ما بعد هذه الثلاثة وأربع شهور. طبعا عندنا احنا يعني احنا الحلو في الشغلة ان احنا مخلين يعني قدام هالاستعراض الناس الخبرة خلي هم اللي يضمون يعني بينهم بين بعضهم مع الشباب. أيوة. ما تدخلنا احنا نوجه. احنا مثلا تكون يعني نكون مثلا مع الإدارات رغبة عليا اي نعم من فوق نكون موجودين.
يرجعون لنا في بعض الأشياء، لكن إحنا مواطنين الاستعراض نخليهم هم يدرون الفقرة هذه أو الفترة هذه لفترة الاستعراض ما بينهم بين بعض، يعني ناس أهل خبرة. في ناس مثلا يقول لك إحنا مثلا بطلنا من سنوات بعد ما صرنا ما شفنا حوادث وفقدنا ناس، يعني ناس من ربعنا، لكن لما شفنا إن الشيء لما كان منظم ومغنن السيارات صارت منظمه، ما يتلاقون مثلا سيارتين او ثلاث سيارات على الطعس قبل كنا نشوف الحوادث. صحيح. اليوم صحيح. احنا عندنا حسبه معينه كل مثلا 15 ثانيه 20 ثانيه نطلع سياره، فما راح يتلاقون سياره في نقطه الانطلاق عشان ما يكون في تلاقي، يعني ما يتلاقون لو يعني مثلا الغدره مثلا لاحظ مثلا واحد صار الحادث على طول عندنا في اجهزه لاسلكيه ما بيننا نوقف على طول الحدث. السنه الماضيه يمكن شفنا حادثه حادثين بسيطين الحمد لله ما في اي اصابات الحمد لله. هذه ندلدل ان الشباب صار عندهم وعي ثقافه. نعم. يعني كانوا هو احنا جالسين نحول من هوايه الى محترفين. يعني احنا دائما نتكلم عن هذه الهوايه، ما لا تكاد ان تخلو هوايه او رياضه معينه من وجود عامل الخطر. صحيح. هل الكل يتفق عليها؟ يعني حتى اخذها قصة على ذلك من ركوب الخيل، الاحتكاك مع الناس وهو التايكوندو والامور هذه القتاليه، حتى اذا دخلت مجال البحر أيضا. اي مجال لازم يكون فيه، ولكن انتم الشيء الجميل جدا ان هذا الشيء لا يتوقف لان هي طاقه عند الشباب وودهم يروحون ويتعرفون ويستمتعون في هذه الاجواء. ولكن هل احنا نقدر نقول ان وصلنا الى مرحله متقدمه من الوعي بحيث ان نقدر نطلع الشباب في مثل هذا المكان وما يصير اصابات عندنا وما يصير حوادث نفقد او نسمع مثلا اخبار تجي في حاله وفاه او كذا؟ هل احنا وصلنا الى هذا المعدل من نقول الثقه العاليه؟ احنا من الموسم الماضي مثل ما ذكرت ان احنا وصلنا، يعني حاولنا يعني بشتى الطرق ان احنا ننشر هذه الثقافه اللي هي الثقافه اللي احنا نقول اللي فيها الامان والسيفتي كل حاجه. وصلنا هذه الرياضة جميع أبطال قطر احنا نقول سعيد الهاجري، ناصر العطية، جميع الأبطال اللي مر، محمد المناعي، جار الله الميع، كلهم طلعوا من هذا المكان، كانوا هواة استعراض تحولوا إلى متسابقين وأبطال وأبطال عالم. نعم. بالأمس فقدنا الشيخ حمد بن عيد آل ثاني رحمة الله عليه، أحد أبطال الراليات ورمز من رموز الرياضة في الشرق الأوسط. نعم. كان بطل الشرق الأوسط سنة 92 صار بطل عالم في 2007. يعني امس كان فقدنا، كنت انا مشارك في الرالي نفسه امس، تعب يعني، هو انسحب من اول بدايه الرالي وهو كان من مرتدين منطقه سلين وكان فاتح عنده الله يرحمه ويغفر له للجميع من سياح من شباب يمرون يتقهون عنده، فهذه كان فقيده لنا صراحه. نعزي انفسنا ونعزي الاسره الرياضيه واهله وعياله. نعم. نعم طبعا ذكرنا مثل هذه الاماكن اللي طلعت ابطال، وايضا انتم الحين دوركم تشوفون الشباب وايضا تسيرون العمل، وفكره جيده وممتازه انكم جذبتوا الخبرات السابقه. صحيح. اللي لهم يعني. يستفيدون منها ويوجهون اخوانهم الصغار في هذه. ايضا مثل ما احنا عارفين هناك طعس التوقيع المشهور عند هالقطر كلهم. صحيح. ولكن ايضا هل هناك عده طعوس، ومتى راح تكون التنقل من طعس الى طعس؟ احنا كان عندنا الاسبوع الماضي مؤتمر صحفي مع اداره المرور من الجنوب، جميع الادارات والوزارات. الله يجزاه خير المقدم محمد بن جاسم الثاني اللي هو رئيس لجنه سلين 2020 2021 قال في كلمه يعني بكل يعني طيب واخلاق، قال عفى الله عما سلف بالنسبه للناس اللي خالفوا في سلين خور العديد. صحيح. قبل ما نبدا الموسم. هذا دل انه هو يبغي يوجههم للطريق الصحيح. صحيح. يبي يحفظهم ما يبغي يروحون استعراضات عشوائيه. بالضبط. مؤسسه حمد الطبيه بالهليكوبتر السنه راح يعني الله يجزاهم خير يعني ما قصروا، كان السنوات الماضيه لما يكون مثلا في حادث تطير هليكوبتر من اغرب نقطه مستشفى الوكره، مستشفى حمد، تجي تاخذ المصابه ترجع، السنه راح يوفرون هليكوبتر طوال الفتره موجوده في منطقه سلين بالغرب من الجميع. احنا طبعا راح نبدا ان شاء الله يوم الجمعه القادم يوم 6/11 في طعس التوقيع، كان اتفاق ما بيننا احنا مركز المواطن ما بيننا من الجنوب رئيس اللجنه الشيخ محمد بن جاسم الثاني ان راح نبدا طعس التوقيع نشوف احنا كيف الاجواء، اذا ان شاء الله كانت الامور الحمد لله طيبه ما فيها اي شيء ما في اي شيء يعيقنا باذن الله تعالى. ان احنا عندنا خبره من الموسم الماضي. الموسم الماضي احنا قدرنا نوصل الى 260 مشارك ما شاء الله، 6000 متفرج حضروا معنا السعر سواء طعس التوقيع او الطعوس الثانيه. صحيح. راح نبدا بطعس التوقيع بعدها ان شاء الله، احنا عندنا مخطط ان ننتقل تدريجيا الى خور العديد، ولكن يعني ما راح ننتقل احنا نكون مثلا خلاص يعني تأكدنا من أمورنا التنظيمية، الشباب يعني وعيهم خلاص، وحتى الجمهور لازم احنا يعني نحاول معاهم ان احنا نوصل لهم هذه الثقافة. صحيح. طبعا عندنا راح يكون عندنا سور مسكر منطقة لا قدر الله سيارة انقلت من فوق الطعس الى تحت ما راح توصل يعني ما بين اقل شيء 100 متر. صحيح. فاحنا راح نحاول يعني الموسم الماضي نتبعدون هذا السياج بحيث ان الجمهور هو مكانه امن يعني وبالعكس وخصصنا اماكن العائلات فصلناهم على الجنب يقدرون يتفرجون العوائل مثلا واحد من
نهاية الاستعراض مثلا أهله موجودين يجوا مثلا يحضرون على جنب مفصولين، وفرنا مطاعم كافيات يكونوا موجودين، كشكات راح تكون موجودة، كشكات راح تكون موجودة خدمات يعني للمتجمعين عشان لما يجي الواحد ما يمل مثلا يتم يحضر الاستعراض مثلا بعد صلاة العصر إلى قبل صلاة المغرب. نعم طيب أنا ودي منك يعني كلمة أخيرة تحب توجهها لكل مرتدي هذه المناطق خصوصا مع بداية هذا الموسم. طبعا أنا مرتدي هذه المناطق تقريبا من ما يقارب 20 سنة وأكثر من 20 سنة. نعم. شفت كثير من الحوادث. اليوم احنا ك يعني الدولة مشكورة ما قصروا، وفروا لنا كل أو جميع سبل الراحة للجمهور أو حتى المتفرجين أو حتى المرتدين. في بعض الدول المجاورة السنة منوع عندهم تخييم، احنا دولتنا قالت لا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ان احنا قادرين نسيطر على الفيروس. بدات يعني تراجع ملحوظ، اي تراجع ملحوظ والله الحمد لله، الحمد نشكر القطاع الطبي عليه الحمد لله. فالحمد لله يعني الدوله وفرت لك التخييم، المخيمات، يعني الكشتات احنا نقول. يعني احنا لازم احنا كيعني افراد احنا لازم نحافظ على الشيء، الدوله ما قصرت معنا، لازم احنا نحافظ على ارواحنا على ارواح الاخرين. لما الواحد يكون مثلا ما ينزل مثلا من مجرد ما مثلا ينسم تواير ينزل خلاص ما يشوف شيء قدامه، لا تأنى وصل لمخيمك او عنتك، اطلع تمشى على الطعوس، كلنا نحب نتمشى على الطعوس سواء في النهار ولا الليل. خل عندك يعني شوي حس انه لا قدر الله صار حادث بكره بيصير فيه فغيد ولا بيصير فيه اصابات بليغه، ان شاء الله الله يبعد عنا الحوادث والاصابات ان شاء الله باذن الله. واتمنى من هذه الكلمات انها فعلا وصلت، وانا متاكد ان شبابنا فيهم الخير وياخذون هذا الموضوع على محمل الجد، وهم بالاول بالاخير يعني كلهم مرتادين وودهم يستانسون بالمكان، يعني ما في احد يجيب الضرر لنفسه او حتى المحيطين به او لوطنه. بالاول بالاخير هذا يكون حزن وطني، يعني احنا ما نبغي نفقد الناس اللي نتعب عليهم، ولكن اخذ معايير الامن والسلامه هي ممكن تقلل الخطوره بحيث تكون يعني بشكل مقبول وما تؤدي الى خساره اي حياه. نشكرك على وجودك معنا اليوم في استديو ترحيب، شكرا لك ناصر سعدون الكواري امين السر العام لمركز مواتر، الله يجزيكم الخير وموفقين ان شاء الله يا ابو سعد. شكرا لكم. شكرا. موفقين ناصر، وحن فخورين في الشباب اللي مثلك ايضا ابطال في الراليات والان يقيمون اخوانهم الامن والسلامه هناك في طعس سيلين او طعس التوقيع في منطقه سيلين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج ترحيب حلقه الليله، بعد هذا الفاصل نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن وياكم إلى فقرة أخبار محلية سريعة. أكدت مؤسسة حمد الطبية على أهمية حصول كبار السن ممن تجاوزوا 50 عاما من العمر على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك طبعا لتفادي المضاعفات المرضية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا، وخاصة أن المناعة ضد الفيروسات ومقاومتها تنقص لدى الأفراد مع تقدمهم في السن. طبعا اخوي خالد. نعم. الله يجزاهم خير ويعطيهم الصحه والعافيه، اللهم خاصه المركزين على الفئات السنيه اللي تقل عندهم المناعه سواء صحيح. اقل من 5 سنوات او ما تعدى ال 50 سنة او اعلى، هي يقول. نعم. لك الجرعه او التطعيم السنوي، فما بالك السنه جاء الله يكفينا الشر مع جائحه كورونا، مع جائحه كورونا ايضا. نعم. يعني ان شاء الله نتمنى لهم السلامه وبيض الله وجههم ان شاء الله على هالبادرة. ان شاء الله باذن الله، وما عليهم شر ونفتك ان شاء الله من سالفه كورونا هذه ان شاء الله تعدي على خير. اذا وايضا في تقرير اخر، وقال التقرير الاسبوعي لمجموعه بنك قطر الوطني ان الاقتصاد العالمي يمر حاليا باكبر عمليه تعافٍ اقتصادي. طبعا هذا التعافي الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، ونوه التقرير أيضا إلى أن السياسات التحفيزية الجريئة والاحتواء المؤقت لوباء كورونا أديا إلى انتعاش كبير. طبعا أيضا بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس الماضي نحو 929 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أكثر من 10 مليار ريال، وذلك وفق النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة قطر. وأيضا حيث أكدت وزارة الداخلية في تغريدة لها على تويتر أن الخدمات الإلكترونية للوزارة تمكن من إنجاز المعاملات بسهولة من أي مكان وعلى مدار الساعة،
وبلغ أيضا عدد المستفيدين من خدمة مطراش حوالي 2 مليون مستخدم، ويقدم التطبيق أكثر من 220 خدمة. إذن كانت هذه الأخبار السريعة لحلقة اليوم. عندك شيء تبي تقوله فهد؟ صحيح، الخدمات هذه اللي تقدمها وزارة الداخلية خاصة مطراش أخوي نعم. خالد يعني وفروا الزمان والمكان والوقت صحيح. والجهد نعم. وكل شيء، يعني حتى لدرجة الآن إذا طلبت لك أي خدمة سواء نقول صحيح. مثلا نصوب البطاقة الشخصية ولا شيء نعم. فقط هناك أيضا مندوب يروح ويجيب لك المعاملة، أنت خلصتها في جهازك توصلك لين البيت بيض الله وجههم، وهذا اللي يستفيدون من التكنولوجيا وتطويرها. صحيح، ولذلك ايضا نشوف ان تطوير مثل هذه التكنولوجيا في كثير من الاماكن يعني، والوزارات ايضا قامت تحذو نفس الحذو هذا، فالله يوفقهم جميع. احنا نعرف ان في تحدي كبير، ولكن يعني كان هذا بمثابه دفع لجميع الوزارات ان تحذو حذو وزاره الداخليه، فالله يجزيهم خير ان شاء الله وكل التوفيق. طبعا اذا قلنا انهم وفروا الجهد ما نقول فقط ان المعامله خلصتها نعم. ايضا انت ريحت سيارتك وريحت نفسك والزحمه والمواقف نعم بيض الله وجهك على هذه الاخبار. طبعا مشاهدينا ومستمعينا الكرام مستمرين معاكم في هذه الحلقه، ونقول ان شاء الله بعد الاخبار الحلوه اللي سمعناها من اخوي خالد النعمه الان ننتقل الى اخبار ايضا من العالم. احتفل العالم امس باليوم العالمي للمدن، وذلك تحت شعار تقدير اهميه مجتمعاتنا ومدننا. نتابع هذا التقرير. يأتي احتفال اليوم العالمي للمدن هذا العام تحت الشعار تقدير أهمية مجتمعاتنا ومدننا، ويراد من هذا اليوم الدفع قدما نحو التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية والمساهمة في التنمية في كل أنحاء العالم. يعيش أكثر من نصف سكان العالم الآن في المدن، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050، ويعتبر التوسع العمراني واحداً من أكثر اتجاهات العالم تحولاً، ويفرض التحضر العديد من تحديات الاستدامة المتعلقة بالإسكان والبيئة وتغير المناخ والبنية التحتية والخدمات الأساسية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والوظائف والسلامة والموارد الطبيعية. وبحسب الأمم المتحدة فإن الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للمدن تتمثل في زيادة الوعي بكيفية استخدام الابتكارات الرقمية لتقديم الخدمات وتحسين نوعية الحياة البيئية الحضرية، بالإضافة إلى إبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام بإنشاء مدن أكثر شمولية والبحث عن الفرص لتوليد الطاقة المتجددة في المدن، كذلك استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الإدماج الاجتماعي في المدن. طبعا أعزائنا المشاهدين مثل ما عودناكم في فقرتنا القانونية من كل أسبوع، طبعا نطرح لكم مواضيع تهمكم وتكون مختلفة، وفي هذا الأسبوع أيضا موضوعنا عن التشيكات أو عن اعتباراتها أيضا أمام القانون وطريقتها الصحيحة في التعامل معها، أو أيضا حتى العقوبات اللي تترتب على سوء استخدام أيضا التشيكات المصروفة لا قدر الله. نعم، وللحديث أشمل عن هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بالمستشار القانوني السيد مبارك عبد الله الصليطي. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا أبو عبد الله. أول شيء ودي أتكلم عن التشيكات، هل يعتبر التشيك أداة ضمان أم وفاء؟ والله التشيك يعني في المشرع القطري أفاد أن الشيك يعتبر أداة وفاء. أداة وفاء بالضبط، وهو يحل طبعا محل النقود الورقية. نعم. في أول من استخدم إصدار الشيكات هو بنك إنجلند سنة 1717. يعني هذا أول بنك أصدر ورقة شيك. نعم. لكن البعض يستخدمون احيانا يكون ورقه ضمان بس لازم يذكر في العقد ان هذا شيك ضمان. نعم، ان هذا الشيك رقم رقم كذا المسحوب على بنك كذا المبلغ الفلاني ان هذا يعتبر شيك ضمان، وبالتالي يصبح ورقه عاديه يعني لا ياخذ نفس قوه الشيك في التنفيذ. نعم، في التنفيذ. نعم، او في الشكوى نفسها. نعم. طبعا ابو عبد الله، اذا قلنا في البدايه نبي الطريقه الصحيحه لنتعامل فيها مع الشيكات، يعني الكثير يقدر الان بمجرد طلب خدمة دفتر شيكات ولكن يمكن ما يعرف شلون التعامل مع هذا الشيء. والله شوف يعني
وضع الشيك لتسهيل التعاملات التجارية بدل لا تأخذ مبالغ كبيرة، فالشيك هذا يحل محل مثل ما قلنا النقود. صحيح. يجب أن يكتب الشيك نفسه بطريقة صحيحة في التواريخ، المستفيد، الرقم العددي، الرقم الكتابي، وأيضا هو يوضح العلاقة بين الطرفين أنهما اتفقوا على معاملة معينة وتم دفع المبلغ بناء على هذا الشيك. فبالتالي يعني يعتبر الشيك، وأيضا لازم يصرف في خلال 6 أشهر من كتابة رقم الشيك، يعني التاريخ اللي فوق مثلا تكلم عن 1/1 لازم يصرف خلال الست خلال ست شهور. طيب بعد الست شهور يعتبر الشيك بعد الست شهور يعتبر نعم لك حق أيضا، ولكن ما يأخذ قوة الشيك نفسه جنائيا، فنذهب فيه إلى المحكمة المدنية ونثبت أن هذا الحق موجود، وبالتالي يعني نرفع دعوة فيها وتكون الأمور بالطريقة دي. نعم. عبد الله، بالحديث عن الحالة الجنائية الآن، لما نتكلم عن الشيكات ساعات تسير يعني من باب التقاضي أو التعاملات التجارية، تجي أنت كصاحب الشركة ممكن تعطي شيك شخصي، ويجي واحد ثاني يعطي تشيك باسم شركته. الحين التشيك الشخصي نعرف انه يطلع عليه حكم سريع، وانه ممكن يتم اتخاذ اجراء سريع، صحيح؟ اذا نعم. كان هو باسم شخصي، يعني اذا ما كان في نعم. مبلغ موجود. نعم. الشيك الثاني اللي تبع الشركه لا، لازم يدخل في دائره القضاء لين يتم المعامله بالكامل، لانه يعتبر شيك طالع من شركه، صحيح هذا الكلام؟ لا، الكلام ذي تشوف الشيك هو شيك. يعني سواء كتبه مدير شركه لا حق التوقيع على الشيك، او كتب الفرد العادي الشخص العادي، او الشيك يطلع باسم الشركه، هو حتى لو باسم الشركه كتب نعم اسم الشركه، ولكن نعم. في شخص يعني مخول انه يوقع التوقيع، فهو ايضا مسؤول عن القيمه. فقوه الشيك ما تفرق بين شخص عادي او مدير شركه او شركه. هي نفس الدائره، القوة أمام القانون. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. واضح. طبعا ابو عبد الله، ذكرت انت في البدايه ان الشيك 6 شهور، يمكن ايضا الان المشاهدين يقولون هل بعد 6 شهور ما يمشي الشيك؟ يعني مثلا انا خذيت مبلغ وقدره من شخص وعطيته شيك يعني ارد له المبلغ كتامين، نوع كحفظ حق الشخص الاخر، كان ضمان. نعم. يعني تاخرت اكثر من 6 شهور، هل الشيك هذا يعني يقاضيني، او انه بعد 6 شهور انت قلت راح تدخل في قضايا اخرى؟ صحيح. انه راح تكون المحاكم انه يفقد بريقه للست شهور الجنائي. الجنائي. نعم. 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 هو الموضوع اذا كان خلال 6 أشهر يكون انا عندي الشيك اقوى. يعني اذا ما سدد اروح اقدمه. ايضا بعد في موضوع اخر مهم جدا. اذا انا قدمت الشيك وطلع الشيك بدون رصيد، لازم انا اقدم شكوى خلال شهر. نعم. من تقديم من الشيك الى البنك، على اساس ان انا اقدر اخذ صحة في تقديم للشيك جنائيا. صحيح. إذا أنا تأخرت عن 6 أشهر أيضا لك حق، ما نقول إنه ما لك حق، ولكن تذهب إلى المحكمة المدنية لإثبات حقك. الموضوع طبعا يطول شوي، ولكن في الأخير بيكون لك حق أكيد. نعم. بس وضع قبل أثناء 6 أشهر يكون أقوى للصاحب، راح تكون مماطلة ومدة أكثر من قبل 6 أشهر. صحيح. صحيح. طيب عبد الله، وش الحين يعني كيف ممكن الواحد يتلافى قضايا الشيكات؟ وحنا نعرف ان الشباب الان في مقتبل العمر، اول ما يمسك الراتب يقدر يطلع له دفتر شيكات وممكن يتعامل معاه يعني باريحيه، ولكن ما يدري انه يتطلب عليه بعض الامور. لنفرض انا مره من المرات، اذكر هذه القصه، سافرت دوله من الدول المجاوره دون ذكرها، يعني طلبوا مني يوم اني جيت اجر السياره، قال لي لا تحط لي شيك بقيمه فلانيه لضمان التامين. طيب فرضا انت ادعيت عليه شيء خلاف الحقيقه، انا شو اسوي؟ فرفضت ان انا اتعامل معه. صحيح. الان كلمني عن هذا السيناريو، كيف يكون موضوع التعامل مع الشيك؟ شوف، الشيك لازم اول شيء مثل ما قلنا يكتب بطريقه صحيحه. واحيانا يكون في عقود بين الاطراف توضح مثلا القيمه اللي اخذت فيها الشغله، سواء كانت سياره او غيرها من السلع. صحيح. لازم نتاكد، لان هي عباره يعني الموضوع فيه اتفاق بين الطرفين. صحيح. والشيك ايضا لا يكتب على بياض، وهذه من اخطر الامور، اللي ينكتب الشيك على بياض ثقه في الاخرين. تقصد انه يخلي الخانه تبع الرقم فاضيه؟ نعم، رقم فاضي او حتى الاسم فاضي او التاريخ او الامور هذه. فيعني ساعات في عقود الاذعان يقول لك مثلا المستفيد نبيك تخلي التاريخ فاضي، على اساس اذا انت تاخرت، لان في بعض العقود تاخذ لها بالسنوات. صحيح. مثل عقود شراء السيارات على سبيل المثال. نعم. فهذا موضوع يطول شرحه. فيحط لك مثلا شيك من الشيكات يقول لك لا تكتب عليه رقم، هذا ما نختلف فيه كثير. لكن موضوع ان انا ما اكتب الرقم او ان ما اكتب الاسم، هذه في خطوره نوعا ما. نعم. يعني. صحيح. اكيد. صحيح. اكيد. نعم. ابو عبد الله، طبعا صارت هذه الحالات او تصير هذه الحالات، ولكن ان شاء الله ان الظن طيب في جميع اللي يستخدم هذه الامور اللي هي الشيكات. الان انا مثلا خالد خذيت من عنده السلعه،
وقلت له يا خالد بقصد عليك هذه المبلغ المبلغ الان جعلني ما خلاه كمثال للمشاهدين لاني امن على خالد وعبد الله متواجد يشوف القضيه مثلا المبلغ نقول 15000 وعطيته على ثلاث شيكات اللي هي ثلاث دفعات 5000 5000 5000. خالد قال فهد ايضا عطني شيك بقيمه المبلغ كامل كضمان وعطيته ايضا شيك ب 15000 ريال سدد الشيك الاول خذيت الشيك الثاني والثالث سددت مبالغ كلها الشيك ب 15000 ريال ما خذيته هل يقدر يرفع علي قضيه هو شوف اذا كان سيء نيه ممكن انه هو يقدم الشيك الى البنك ويشوفه بدون رصيد ويقدم عليك شكوى ترى هذه من 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 المواضيع المهمه والخطيره جدا صح وتستخدمها بعض الشركات الكبيره اللي احنا ناخذ من عندها مثلا سلعه على سبيل المثال سياره مثلا فيعطيك مثلا على 36 شهر اللي هي ثلاث سنوات صح تمام ويكتبك شيك رقم 37 اللي هو القيمه الاجماليه للشيك وهل للأسف تعتبر من عقود الإذعان لأن أنت في الأخير محتاج أنك تأخذ السيارة ومضطر أنك أنت تتعاقد هذا التعاقد ما يمنع ولكن يجب كتابة في العقد نفسه أن هذا يعتبر شيك ضمان يضمن لك أنت فرضا سددت مثلا 30 شيك وبقي لك ست شيكات مثلا تروح تقدم لي الشيك اللي بالقيمة كلها صحيح. بيكون الموضوع فيه سوء نية نوعا صحيح. ما فبالتالي يجب إثبات أن هذا الشيك يعتبر شيك ضمان ليش شيك ضمان ما يقدر يقدمه في البنك يروح في المحكمة يثبت أن هذا الشيك مقابل قيمة الفلانية فأنت صحيح. تقدر تدافع عن نفسك وتقول بالفعل أنا دفعت المبالغ كلها ما عدا شيكين هذه قيمة الشيكين عطني الشيك القيمة الكبيرة يعني هو القصد في الموضوع إن كان في يعني تعاقد الحين اكثرت التجارة الأمانة في كل مكان صحيح. فيكون أكيد يعني من باب أيضا التاجر وده أنه يضمن لأنه يبيع بالكريدت فالمفروض أنه يوضح أن هذا الشيك الأخير هو شيك للضمان صحيح. حتى ما يكون في هذا الواقع خلاف. المفروض يكون هذا الواقع ولكن الحين ما نبي نختلف او ندخل في خطوه يعني يكون مش واضح تكون مش واضحه لنفرض ان في العقد مكتوب هذا الشيك شيك الضمان ولكن انا رحت وقدمته حق البنك طيب هذا الشيك مش مكتوب عليه ضمان البنك بيصرف لي صح ولا لا على اساس انه يصرف لك نعم بس انت بعد لازم تكون عندك حيطه يعني في الموضوع ذي عرفت شلون مثلا تبين حق البنك انه والله في شيك البنك ترى بيصرف له في كل الاحوال هو بيصرف مو هذا إيه بس إيه؟ انت بترجع عليه في الحاله هذه ترجع عليه مدنيا انه هو صرف قيمه قيمه بدون وجه بدون وجه حق يعني عرفت شلون فبالتالي انت من حقك طيب. انك ترجع عليه ويعوضك ايضا طيب ابو عبد الله الان الحين انتم خليتوني يمكن انا اجهل في بعض الامور شلون يصرفها وانا عندي شيكات اقساط وحاط لها تواريخ محدده هل شيك الضمان يكتب عليه تاريخ ولا بدون تاريخ؟ هو عادة شيك الضمان بدون تاريخ يعني تاريخ. الشخص نفسه يسجل التاريخ وأحيانا ينكتب في تاريخ ما يمنع أن ينكتب في تاريخ بس هو دائما عشان يضمن يصرفه في أي وقت فيكتبه ويقدمه للبنك يعني هذا طريقته يعني. انزين خلنا نروح حق السؤال اللي عقبه ما أدري فهد إذا عندك سؤال أنا ودي أسأل يعني هل يعتبر الشيك بدون رصيد جنحة أم جناية؟ والله المشرع القطري في المادة 357 قال فيها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأيضا من حق القاضي في هالحالة أنه هو يسحب عنه دفتر الشيكات ويمنع أنه هو يأخذ دفتر الشيكات لمدة سنة يعني هذه من صلاحيات القاضي اللي أعطاها القانون المشرع أعطى القاضي أنه هو يسحب دفتر الشيكات من عنده فبالفعل هي تعتبر جنحة تعتبر جنحة صحيح نعم طبعا هذه اللي هي العقوبات المترتبة على الشيكات بدون رصيد صحيح نفس الشيء نعم صحيح. زين لو قلنا أن شيك الضمان اللي مقدم من شخص آخر كيف أعرف صحة هذا الشيك وهل فيه رصيد أم لا يعني حين جاني شيك الضمان أنا شلون أدري أن هل في رصيد ولا ما في رصيد الآن أنا أخذت الشيك لأضمن حقي صحيح. ولكن إذا شيك بدون رصيد ولكن إذا شيك بدون رصيد هني بعد أيضا شوف في الواقع لو عندك شيك ضمان تبي تعرف مثلا بيندفع عقب 4-5 أشهر عادة التاجر أو الشخص اللي قدم الشيك هذا للشخص الآخر في عنده مرونة أيضا في الحساب ساعات ما يحط القيمة هذه إلا قبلها بيوم في الحساب فانت ما تقدر تعرف اليوم اذا كان في التاريخ الفلاني عنده حساب ولا ما عنده حساب صحيح. بس انت تتبع الاجراءات تقدمه في التاريخ نفسه وتشوف الوضع اذا كان في رصيد بتسحبه اذا ما في رصيد بتاخذ الاجراءات الجنائيه الثانيه صحيح عرفت شلون ولكن عموما عند تقديم الشيك اذا كان في المبلغ اذا كان موجود في حساب مثلا الشخص اللي اعطاك الشيك على طول ينسحب فوري فهو يعتبر امر نافذ في نفس الوقت صحيح اذا كان خلاف ولا غير خلاف هذا امر هذا يأخذ التقاضي يعني المتضرر يلجأ الى القضاء انزين خلينا نتكلم شوي في
جانب المقاولات تكثر فيها التشيكات، يعني خصوصا لما يكون مثلا انت تشتري بيت اوريدي مأجر، يقول لك والله مثلا هذا التشيك اوريدي من ظهره لك، فهل يعتبر تعامل بالتشيك المظهر قانوني الى حد ما، او يحدث فيه تنازع نوعا ما بعد لا قدر الله يعني فتره من الوقت؟ هو صحيح ان يعني ان ظهر الشيك هذا موجود عندنا في القانون، ممكن يتم تظهيره، ولكن الصادر الشيك احيانا يحط مثلا اي سي انه لا يوضع الا لا يستفيد منه للمستفيد الاول اللي مكتوب باسمه، او ساعات احيانا اذا تذكرون الاول كنا نحط خطين مثل ما تفضلت، يحط خطين على اساس انه هو يدخل في الحساب المستفيد نفسه، ما حد ما يقدر يظهره، حتى اللي حامله ما يقدر يسحب. نعم نعم بذاك الوقت. نعم. هذا من باب الضمان يعني. صحيح سبحان الله. انا كنت الان انتظره يخلص كلام على اسئله، السؤال اللي طرت عليه الخطين هذه. نعم. طبعا المستشار القانوني سيد مبارك عبد الله السريطي، كلمه اخيره توجهها لشبابنا نقول، يعني الباقي مثل ما نقول كل وساطه عنده، خاصه في دفتر الشيكات مثل ما قال اخوي خالد متوفره للجميع. كلمه ونصيحه له، اول شيء يعني يتاكد من كتابته من الاسماء، سواء كان ماخذ الشيك او معطي الشيك، يتاكد من اسمه. وانا يعني احب دائما في عملي ان توقيع الشيك يكون قدامي. انت الحين ساعات انا تفاجات مره من المرات اني رحت في بنك بوقع، فكنت ابغى ماخذ قلمي على اساس اوقع، قال لو سمحت استخدم قلمنا. الآن طلع شغلة جديدة عندنا، الحبر السري. الحبر السري الآن توقع على شيك يجيك عقب ثاني يوم ما تشوف الحبر. شنو هذا؟ أول مرة أسمع. هذا الحين البنوك في قطر قاموا يستخدمون الأقلام الخاصة فيهم عشان لتفادي مثل هذا النوع. بالضبط. لأن في عندنا في يوقع يبين التوقيع وعقبه يروح تدريجي. خلاص تدريجيا يروح. بالضبط. أنت لأن أنت الحين يعني الأمان الواحد يجاري مستوى الجريمة، فأنت صحيح. ما تبي تدخل الناس في متاهات معك وتعرف. صحيح. يعني إحنا في الدوحة كلنا على نيتنا وبنشوف الناس كلهم بالضبط. بخير وبعافية، ما يجي في بالنا هاي الظن. صحيح. تصدم في أمر معين. أنا شخصي إذا أخذ شيكات أنا ما أخذها إلا إذا كانت مختومة من البنك ان التوقيع صحيح. هذا اجرائي انا. انت تقصد مانجر تشيك ولا شيء ثاني؟ لا مش مانجر تشيك، مش صحه التوقيع وليس مانجر تشيك. ولكن لو يوقع قدامك الشخص بيكون افضل اكيد. وانه ما يكتب ما ياخذ شيك على بياض او يعطي شيك على بياض. صحيح. وهذا هو الافضل. هذا اخطر شيء. هذا اخطر شيء طبعا. شي. نعم. يعني هذه الامور الرئيسيه طبعا اللي يكتب، وانه يكون في علاقه اصلا بالفعل يعني. صح. وتكتب فيه الارقام والاسماء واضحه. والله انا اذا تسمح لي اضيف نصيحه، انا اصدق يعني فهد لما اشوف الواحد يعني مستعجل ويقول لي سوي بسرعه ابدا اشك. اي صح. يجيني الشك. لا الحذر 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 ثم الحذر. ان في شيء يعني في الموضوع. احنا ما نقول. وفي ناس تستخدم معك هذا الاسلوب. بالضبط. يعني تولد عندك ارباك. صحيح. فانت ما تقدر تدقق في الامور هذه. فعلا الله يبيض وجهك. المستشار القانوني سيد مبارك عبد الله السريطي، لهنت على حضورك وإثرائك هذه الحلقة. ولتهون يا رب يسلم. بالتوفيق إن شاء الله. جميع إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين نطلع وياكم الفاصل القصير ونرجع بعد لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة برنامجكم ترحيب. أعلنت الأكاديمية الأولمبية القطرية عن طرح النسخة الرابعة من برنامج الماجستير في القانون الرياضي، والذي تقيمه الأكاديمية الأولمبية القطرية للعام الرابع على التوالي، وذلك بالتعاون مع جامعة ليدا الأسبانية واعتماد من عدد من الجهات الدولية. نعم فهد، طبعا المزيد يسعدنا أن يكون معنا الدكتور خالد القحطاني رئيس الإعلام والتسويق في الأكاديمية الأولمبية القطرية. مرحبا ومسهلا فيك. الله يرحمك. حياك الله ويانا. يا مرحبا وسهلا السمية. رحب فيك ورحب فهد ورحب في المشاهدين والمستمعين الكرام. يا مرحبا بك الدكتور خالد. طبعا أبو محمد في البداية تحدثنا والمشاهدين الكرام عن جديد برنامج الماجستير في القانون الرياضي في نسخته الرابعة. نعم. الماجستير ولله الحمد هذه النسخة الرابعة، يعني بدينا قبل 4 سنوات كانت نسخة تنفيذية ماجستير تنفيذي، وانتقلنا بعدها إلى الماجستير الأكاديمي وحصلنا على الاعتماد من وزارة التعليم والتعليم العالي. الماجستير هذا بالتعاون مع جامعة ليدا، جامعة أسبانية، جامعة عريقة، جامعة ملكية من سنة 1899. ما شاء الله. هذه الجامعة من عراقة، وبما أنها جامعة ملكية ملك أسبانيا شخصيا هو اللي وقع على الشهادة. ارتئينا أن تكون هذا البرنامج موجود معنا، احتضن هذه الجامعة هنا في دولة قطر. نعم. لأهمية هذا العلم. الدولة مقبلة على أحداث رياضية هامة، الدولة
توجهها رياضي. صحيح. فالجانب القانوني مهم جدا. صحيح. فواجب أن الكل يكون مطلع على هذا الجانب، الكل يكون مدرك لأهمية الجوانب القانونية، تقيك من أمور كثيرة يعني، فسواء للمؤسسات الرياضية، للأفراد، للجميع. فلما تكون مدرك للجوانب القانونية بحذافيرها القانون، وتكون فاهم كل دهاليزه وخصائصه. صحيح. تتجنب أمور كثيرة قد تقع فيها وتدخل في إشكاليات ثانية. طيب أبو محمد، ودي أسألك، من الجهات الدولية اللي شاركت في اعتماد برنامج الماجستير في القانون الرياضي؟ نعم، بالنسبة للاعتمادات، احنا بما أن احنا احتضننا هذا البرنامج عندنا في الدوحة، الدارس يحصل على الشهادة اللي قلت لكم، الشهادة خريج أسبانيا، خريج هذه الجامعة، ملك أسبانيا شخصين هو اللي وقع لك على الشهادة، تحصل على شهادة ثانية معتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، المجلس الأولمبي الآسيوي، الأكاديمية الأولمبية الدولية، ومحكمة التحكيم الدولي أو المحكمة التحكيم الرياضي، محكمة كاس، وكذلك اللجنة الأولمبية القطرية. الدراسة يعني تكون فعليا في وين؟ في أسبانيا ولا هنا في الدوحة؟ هنا في الدوحة. أنت خريج أسبانيا ولكن الدراسة عندنا هنا في الدوحة. نعم. السنة هذه للظروف اللي تواجه العالم، جائحة كورونا، رجعنا لوزارة التعليم وخذنا منهم الموافقة، واتفقنا مع الجامعة بأن تكون الدراسة أول 5 فصول بتكون بنظام التعلم عن بعد. طبعا الدراسة هي مدتها عام أكاديمي كامل. نعم. 10 فصول بواقع 4 أيام في كل شهر. نعم. أنت تجي تدرس 1 و2 و3 و4 في هذا الشهر. أي نظام الماجستير معروف يعني. إيه، كفصل أول، وبعدها بالشهر اللي بعده تدرس الفصل الثاني، وعليها نمشي. السنة هذه أول 5 فصول راح تكون بنظام التعلم عن بعد، والـ5 الفصول الثانية إذا إن شاء الله تيسرت الأمور بتكون الدراسة في مقر الأكاديمية في الدوحة إن شاء الله. بعد الكلام هذا الطيب اللي سمعها أكيد الآن المشاهدين، نبغي نعرف كم مدة التسجيل. التسجيل بإذن الله تعالى قائم لين منتصف شهر 11 نوفمبر. نعم. إيه نعم، بيكون التسجيل مفتوح، والتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني يعني. بسيط، مجرد أنك تحط السي في والبطاقة الشخصية وتعبي البيانات، راح يوصلنا الطلب، بنجمع البيانات وبعدها بنتواصل مع الدارس. تكون المقابلة أيضا أونلاين، تكون مقابلة شخصية حق المتقدم. إيه نعم. إيه، بتكون المقابلة شخصية للدارس طبعا. بعدها بنطلب من المتطلبات من ناحية مثل الشهادة وغيرها من الأمور، وبعدها إن شاء الله بتكون الدراسة. يعني خالد، لما نجي نتكلم عن هذا البرنامج، هل هو مقتصر فقط على الرياضيين ولا أي واحد عنده اهتمام رياضي؟ المجال مفتوح أكيد للجميع يعني، مش الأولوية حق الرياضيين، المجال مفتوح للجميع. نعم. عندك بكالوريوس أي تخصص، أي تخصص كان عندك، ليفل 5 في الآيلس. احنا طبعا كل برامجنا في الأكاديمية نحاول نحن نعربها يعني، حتى الدبلوم مش باللغة الإنجليزية، البرنامج هذا باللغة الإنجليزية، هذا البرنامج الوحيد المطروح باللغة الإنجليزية، لأن بعض القوانين لا تعرب يعني، نصها صرف ما يعرب. صحيح. والشغلة الثانية على أساس الاعتمادات، محكمة كأس عندها لغتين معتمدات عندهم، اللغة الإنجليزية والفرنسية، فإحنا أخذنا اللغة الإنجليزية. فهذا هو البرنامج الوحيد اللي يقدم باللغة الإنجليزية، فتطلب أنه يكون عندك ليفل 5 في الآيلس. يعني إذا قلنا ليفل 5 مثل ما ذكر أخوي، يمكن بعد أيضا تكملة لهذا السؤال، إذا كان مجاله طب أو هندسة أو أي أمور أخرى ما عنده أي إشكالية. بالعكس. نعم. إحنا نشوف المجال نقول الرياضي نسميها ثقافة عامة، هي خاصة في المجال الرياضي دائما منفتح على كل المجالات اليوم. نعم. لما تيجي تشوف رئيس نادي تلقاه أصلا إما عسكري أو عنده وظيفة في أي قطاع آخر. صحيح. ممكن طبيب، أي مجال، فهو رئيس اتحاد، وهو إداري منتخب، هو إداري فريق، وهو له مجال في المجال الرياضي. أصحاب مكاتب المحاماة أيضا متواجدين في هذا البرنامج، لأنه بيفتح لهم آفاق. صحيح. أخرى. صحيح. اليوم أنت مختص في المحاكم المدنية، لا، اليوم المحاكم الرياضية لها اختصاصة. نعم. نعم. محكمة كاس المعنية بهذا الجانب. صحيح. فأنت تدخل في تخصص آخر راح يفتح لك آفاق جديدة. صحيح، أتفق معك يعني، التخصص هذا يعتبر نادر أيضا على المنطقة. نعم. والدولة مثل ما تفضلت مقبلة على حدث رياضي كبير ومهم، وأعتقد هي يعني من باب يعني أيضا الواحد يأخذ بالعلم الجديد، هو شيء يفخر الواحد فيه الأمانة، يكون مثل يعني هذا الـ يعني الصرح الأكاديمي يكون موجود، بحيث أنه يعني يطلع مع ناس أكاديميين. إحنا نتكلم ترى 2021 يعني، المفروض أنه في عدد كبير يدخلون على أساس يكونوا مؤهلين للسنة الجاية إن شاء الله، وعندنا أحداث أيضا قادمة بإذن الله تعالى 2027 و2030، ولكن هذه فرصة جيدة يعني. إيه، أنت تكون مستقبل يعني الحدث الرياضي الكبير، وخاصة التنوع في الفصول يعني. أنت تتكلم عن قانون المنشطات، تتكلم عن قانون المنازعات، تتكلم عن التعاقدات، تتكلم عن العلامة التجارية، تتكلم
عن القانون الدولي في الجانب الرياضي، تكلم عن عدة علوم في 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 هذا البرنامج بتكون ملم فيها على مدار 10 أشهر أو 10 فصول، راح تكون أنت أخذت جميع الجوانب القانونية في 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 المجال الرياضي. داركنا الوقت، ولكن بشكل سريع، هل الآن السنة الرابعة هل اللي نشوفه حاصل في الأندية والانتخابات اللي حضرتها وشفتها أيضا دكتور خالد، هناك بعض المتخصصين في الجانب القانوني تمكنوا يرفعون دعاوى قضايا للمحاكم الرياضية وأيضا اكسبوها في ترشيح الأندية، أيضا مش فقط في التخصصات المنشطين واللعيبة، أيضا في الكادر الإداري من رئيس النادي لنائب رئيس، كانت هناك أمور. صحيح، احنا ايضا بالاضافه لهذا البرنامج عندنا بعض البرامج الدورات في الدورات المتنوعه في بعض الجوانب القانونيه بالتعاون مع الاخوان في مؤسسه قطر للتحكيم. دائما ما نحاول نحن نثقف المجتمع في الجوانب القانونيه في كل المجالات، حتى من ضمنها مجالات الانتخابات، وانتخابات سواء انتخابات الانديه، انتخابات الاتحادات الرياضيه، هذا جانب مهم جدا، فالكل يعني مدعو انه يطلع على هذا العلم. نعم، الله يجزيكم الخير، واحنا نشكرك ايضا على حضورك معنا اليوم في الاستديو الدكتور خالد القحطاني، رئيس الاعلام والتسويق في الاكاديميه الاولمبيه القطريه، الله يوفقكم ان شاء الله. اللهم امين. مشكور الدكتور خالد، وكذلك مشاهدينا ومستمعينا الكرام مشكورين على حسن وطيب المتابعه، وبذلك نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ترحيب، لان نلقاكم في حلقات قادمه، استودعكم الله وتصبحون على خير. في امان الله.